موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. إصابة الشاب عمر السلامات برصاص مجهولين في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، وهو مدني يعمل في مكتبة داخل المدينة. الدفاع المدني السوري يكشف في إحصائية جديدة عن استجابته لأكثر من 5000 هجوم نفذته القوات الروسية على سوريا بين عامي 2015 و2024، مستخدمة أكثر من 300 نوع سلاح. قصد تعلن مقتل عنصرين من قواتها على جبهات ريف مدينة منبت شرق حلب دون مزيد من التفاصيل. منهاج قصد الجديد الذي فرضته على طلاب المرحلة الابتدائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها يتضمن دروسا تعليمية تمجد القتال في صفوف وايبيجي وتزرع الكراهية والعنف في نفوس الأطفال. إصابة في صفوف عناصر من قسد بقصف من طائرة مسيرة تركية لنقطة عسكرية في قرية الكرامة بريف عمودة شمال الحسكة وفق مواقع محلية. مقتل مدني يعمل سائق سيارة شحن على يد عناصر من حاجز عسكري تابع للفرقة الرابعة بقوات الأسد في بلدة القورية شرقية دير الزور بحجة عدم توقفه على الحاجز وفق موقع نهر ميديا المحلي.